بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا كان يوم الفطر، لأن النبي قال لصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. الصيام انتهى به الأجر، الأعباء انتهت، القيام انتهى، ترك الطعام والشراب انتهى، ترك البعال انتهى، بقي الأجر والثواب والرقي عند الله. لذلك للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة في أفواه الطرق فنادوا: يا معشر المسلمين، اغدوا إلى رب كريم رحيم يمن بالخير ويثيب على الجزيل. أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين، قد غفر الله لكم ذنوبكم كلها. ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. يعني أنت برمضان أتيح لك أن تفتح مع الله صفحة جديدة، أن تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. بس بقى البطولة، بإمكانك أن تصل إلى قمة لكن البطولة أن تبقى فيها، بإمكانك أن تحقق إنجازا في رمضان لكن البطولة أن تحافظ على هذا الإنجاز، بإمكانك أن تصوم رمضان ولكن البطولة أن تصوم جوارحك بعد رمضان عن كل معصية، بإمكانك أن تصلي الفجر في جماعة في رمضان ولكن البطولة أن تحافظ على صلاة الجماعة بعد رمضان، بإمكانك أن تكون حازما في غض بصرك في رمضان ولكن البطولة أن تحافظ على غض البصر بعد رمضان، ليكون رمضان قفزة نوعية مستمرة، قفزة نوعية مستمرة، لا أن يكون رمضان قفزة ثم عودة ثم قفزة ثم عودة. يكون حال هذا الإنسان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، مكانك تحمدي أو تستريحي، تألق ثم انتكس، تألق ثم انتكس. ليس هذا هو الصيام الذي أراده الله عز وجل. أراد الله من الصائم أن يقفز قفزات نوعية متتابعة متنامية متعالية، أن يتابع الترقي لا يدافع التدني. فغدا إن شاء الله هو يوم الجائزة. إنسان صلى صام 30 يوما وقام 30 ليلة وضبط لسانه 30 يوم وضبط جوارحه 30 يوم، ما عليه إلا أنه كما ذاق طعم القرب في رمضان أن يكون هذا القرب منسحبا على كل أشهر العام. ذكرت في أول خطبة قبل رمضان بيومين إذاعية أن الله حينما اصطفى رمضان من بين شهور العام ما أراده شهراً للعبادة وحده، بل أراد أن ينسحب هذا الصفاء على كل أشهر العام. وحينما اصطفى بيته الحرام أراد أن يكون هذا الصفاء في كل مكان، رمضان لكل زمان والبيت الحرام لكل مكان. ولما اصطفى النبي العدنان أراد هذا الاصطفاء أن ينتفع به كل إنسان، ففي شهر اصطفي وفي مكان اصطفي وفي إنسان اصطفي، فالشهر ليعمم على كل الشهور والمكان ليعمم على كل الأمكنة، والنبي الكريم اصطفي ليكون نموذجا لكل البشر. فالذي يصوم وينتكس مثله كمثل ناقة عقلها أهلها لا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار، وأن يتقبل صلاتنا وصيامنا وأعمالنا جميعا، وأن نكون عند حسن ظن الله بنا، وأن نزداد تمسكا بالحق والتفافا حول أهل الحق، وأن نتعاون كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في لقطة لطيفة جدا عن أحد أصحاب رسول الله قال:
كان لي حلة، حلة ثوب يبدو أنه جديد، فقال عمر: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة للوفد وليوم العيد. شوف المؤمن يجب أن يكون له حلة جديدة يلبسها في لقاء مهم، في عقد قران، في مناسبة، إنه الإنسان مؤمن كرامة مكانته مكان للمسلمين، هو سفير المسلمين. فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة للوفد إذا التقيت بالوفود وليوم العيد. ففهم أنه العيد من لوازمه أن تلبس الجديد، أن تعتني عناية زائدة بهندامك أنت وأهلك وأولادك، فهذا من علامات البهجة في العيد، لبس الجديد. والمؤمن بالعيد يعني مكلف أن يكون أكثر سخاء على أهله من بقية الأيام، أنه يوم أكل وشرب وجديد ومرح. المناسب، الشيء المناسب إذا في أضغان، في أحقاد، في خصومات، هذه كلها ينبغي أن تجمد. والعيد يوم العمل الطيب، يوم صلة الرحم، يوم البر والإحسان، يوم جبر الخواطر، يوم المسح على رأس اليتيم. هذا العيد عيد طاعة، المسلمون أعيادهم طاعات وبر وإحسان، وبعض غير المسلمين أعيادهم أعياد فسق وفجور وعصيان. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وكان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ليلتقي مع أكبر عدد ممكن من المؤمنين. وكان إذا كان يوم العيد خالف الطريق، ذهب من طريق وعاد من طريق آخر. نعم. وكان لا يؤذن له في العيدين، صلاة العيد بلا أذان. نعم. والسنة أن تأكل شيئا قبل صلاة العيد، يعني حتى خالف الصيام، أن تأتوا إلى الجامع إلى المسجد وقد أكلتم شيئا ولو تمرة، هذه من السنة. والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله.